السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصرع مجندين وإصابة 26 في انقلاب نوري تابع للأمن المركزي بمحافظة الدقهلية في مصر. لقي مجندان مصرعهما وأصيب 26 آخرين أثر انقلاب نوري تابع لقطاع الأمن المركزي بنطاق محافظة الدقهلية خلال سيره بطريق ترعة السلام بنطاق مركز المنزلة، وجرى نقل المصابين من إلى المستشفى المنزلة المركزي والمستشفى المطرية المركزي. تبلغ المأمور مركز شرطة المطرية من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث سير سيارة لوري تابعة لقطاع قوات الأمن المركزي بداخله عدد كبير من المجندين على طريق ترعة السلام الواصل بين مدينة المنزلة والمطرية. انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مجندين وإصابة 26 آخرين من بينهم حالتان إصابتهما خطيرة، وجرى توزيعهم على المستشفيات القريبة من مكان الحادث وهي مستشفى المنزلة المركزي ومستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم. ربنا يشفيهم، ربنا يرحم اللي توفوا. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.